السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي رجعنا لكم باقي الاكمل اللي فاضل فيديو تاني صغير، معلش احنا اتأخرنا عليكم، بس كل الناس انا قايله ان الذاكرة على قناة التليجرام يعني كله اشمل، يعني ما كنتش بنزل مثلا الحاجات ده اللي انا نيتي كويسة، انا كنت بنزل تليجرام لو عايز احقق مشاهدات كتير، كنت كل ده يعني ما نزلتش حاجة تليجرام وكله يوتيوب والناس هتضطر طبيعي تشاهد، بس لا انتوا انا ما ببصلكمش كده، انتوا اخواتي. تمام هنكمل. بيقول لك ان مدينه اسمها اوستيا، دي اتكلم عنها مدينه رومانيه، المدينه دي اخذت اسمها من اسم لاتيني اسمه اوستيا وتعني مصب النهر، وفقا للنص ده من الكاتب والشاعر والمؤرخ يعني ذكر اسمائهم. بيقول لك الجمله اللي بعدها تو منشن بات افيو، يعني معناها على سبيل المثال لا الحصر، دي جمله مركبه يا جماعه. تمام بيقول لك مؤرخين الحضاره الرومانيه دي قالوا ان اوستيا دي اكتشفوها من 8000 سنه بواحد اسمه انكونيوس مارتيوس، ده انكونيوس مارتيوس ده ملك روما الرابع. الملك ده تمام انا هحكي لكم ليه عشان تعرفوا وتربطوا الكلام، ولما تيجوا تكتبوا تكملوا الاكمل لو جاتكم تعرفوا تكملوا، تمام مش حفظ يعني. الملك ده كان هو محبط او يعني يائس ان هو مش قادر يستحوذ على منفذ تجاري وعسكري لروما، لان روما في الوقت ده كانت صغيره. تمام فويتش دي عايدة على روما التي في ذلك الوقت كانت صغيرة، ماشي ويتش. تمام اللي بعدها بيقول لك ايه بقى، هو جاي راح يستحوذ او انتصر، يعني انتصر على السكان دي، عمل غزو كده وانتصر عليهم اللي كانوا واقفين في طريق المشروع. والملك ده اللي هو انكيوس مارتيوس ده بنى قلعه تمام بقرب من نصب النهر. تمام هاد بلطي على بعضها، دي المضارع التام. تمام هاد بلط الاكمل اللي هي هاد. والقلعه دي كانت كان ايه، لا سوري يا جماعه، قبلها ان جنوده دول كانوا في موقع كويس، الموقع ده اتعيد على الموقع الكيم، الموقع ده قتلي كيم تو. تمام قتل كان من خلاله بيتحكموا في الملاحه بتاعت نهر تايبر يعني تايبر او تايجر الاثنين معنى، اللي هم ايه بقى النمر. تمام على النهر يعني اسمه نهر النمر. تمام ان هيقول لك تصميم المدينه دي كان ماست هاف يعني لابد ان هاف بين موديفايد ليتر، ان هو لازم فيما بعد يعني لابد ان يعملوا فيه تعديل. بيقول لك لان اللي هي سنس، تمام الخراب اللي كان في اوستيا دي مش بيحتوي على اي مباني اصليه، تمام فعشان كده بيجددوا المدينه القلعه ماست هاف، يعني ماست هاف على بعضها ماست هاف بين لابد ان. تمام الاول اول جاب اللي هو قلنا على سبيل المثال للحصر، دي جمله مركبه على بعض تو منشن بات افيو. تمام اللي بعدها ويتش دي عايده على روما. انكيوس مارتيوس ده هاد سيتل بيلت، ان هو قلنا بيلت هاد بيلت اللي هي مضارع التام، تمام ان هو بنى القلعه، وبعدين القلعه دي ان جنوده كانوا في منطقة في مكان كويس، المكان ده it came to، المكان ده من خلاله يعني came to أتالي يتحكموا يعني يراقبوا الملاحة بتاعت نار التايجر. تمام والبعدها بيقول لك ان تصميم المدينة ده must have، يعني لابد ان فيما بعد يعدل وكده. تمام اللي بعدها دي بقى بتحكي عن علماء اكتشفوا حفرية للقطة، القطة دي كانت فوق جبال الهيمالايا سفوح الجبال يعني، والقطعة اللي لقيوها دي كانت بتأكد ان دي اقدم حاجة على وجه الارض، وان ديت بتوين يعني أرخت ما بين. تمام وبعدين بقول لك ان زير ديسكفري اكتشاف القطط دي دعم نظرية في التبت، يعني التبت دي اللي هي هضبة في جبال الهيمالايا اللي هي اعلى قمة يعني، دعم النظرية اللي بتأكد السيوري دي عايدة ذاتي، دي عايدة على السيوري. تمام ذات يعني التي بعدها اسرتس يعني تؤكد. تمام تؤكد ان القطط الكبيرة دي تطورت في اسيا مش في افريقيا، يعني هي كانت منتشرة في الاول في اسيا. تمام
فبعدها بقى بيقول لك ايه، ان دكتور تسني ده، دكتور تسنك ده بيقول ايه، ان الاكتشاف ده عطانا gives us a great insight into what early big cats may have. تمام، ما كانت ايه اللي كانت فيه في القطط دي في الاول، يعني شكلها كان ايه، ما فالجاب نفسها الاختيار يكون وات. تمام، والمكان اللي كانت بتعيش فيه. تمام، وده وهو الراجل ده كان قائد النظريه في 2010، النظريه اللي بتحكي على الانفراد، كان من قواد النظريه دي. بيقول بقى ان العلماء دول خدوا الحمض النووي، بصوا العلماء دول خدوا الحمض النووي والمعلومات التشريحيه، تمام، عشان يحددوا ان القطع اللي لقيوها دي تنتمي اللي هي مجموعه القطط الكبيره، يعني ان هي تبع القطط اللي كانت بتعيش زمان الكبيره دي. تمام، وقولوا ايه بقى، ان دي بيقول overlapped، يعني دي انطبقت او تدخلت مع انواع من القطط اللي احنا بنشوفها دلوقتي، يعني تشبه انواع من القطط كشكل. تمام، وبيقول ان الحمض النووي ده وضح يعني ان هم القطط اللي هو الكبيره دي diverged from، يعني تختلف عن their cousin، يعني ابناء عمومتها، يعني من القطط والاسود يعني القطط المنزليه والحاجات دي، يعني الحاجات اللي هي نفس السلاله او تبع القطط، يعني تبع تصنيف القطط. تمام، فانتوا هتهتموا بقى ايه، اول واحده ديتد بتوين والرخت ما بين، والثانيه ان النظريه دي التي اثرت تؤكد، وبعدها ما كانت عليه من شكل ومكان تعيش فيه فوات، والثالثه ديفرجد فروم، يعني تختلف عن او تتباعد عن. تمام، بعدها دي بقى اللي كان بيتكلم عن واحد اسمه جون في القرن 19. جون ده كان كاتب انجليزي وناقد فن، عمل مجهود كتير عشان يشجع الناس عشان ترسم، وكان بيدي محاضرات ونشر كتب، يعني كتابين عن الرسم، والكتابين دول which were widely read، قرأوا بشكل كبير. بيقول بقى ايه جون ده جود، وما كانتش بيقول جود اللي عملها were not I aimed at turning people into good artists، مش هدفي ان هو يخلي الناس فنانين كويسين ولكن جعلهم صعدة. تمام، سيبكم اللي بقى لفوق. بقى نيجي عند الجابة التانية، بيقول ايه، ان هم اصبحوا عندهم وعي بحاجات كتير، يعني حاجات مختلفة، الحاجات دي ميك اب ذا هول، خلتهم اشمل، يعني اشمل بحاجات ما كانوش يعرفوها، ميك اب. تمام، اللي تحتها بقى ان الطريقه دي الطريقه دي خلتهم ان هم ليهم تقدير، come to a deeper appreciation. تمام، ليهم تقدير يعني اكتر وكده، لان هما بيبقوا اشمل بحاجات كتير. والتانية بقول and understanding of the thing itself، ان هما خلتهم يفهموا الشيء نفسه اللي هو الفن بتاع الرسم. تمام، دي بتتكلم عن الباجا. تمام، دي احنا نزلناها قبل كده، كانت مختصرة، دلوقتي بديتيلز بتاعتها. تمام، ما توصلنا لها نزلناها، ما رضناش نقول مثلا لا خلاص الناس عرفتها. دي بيقول لك ان طائر الباجا ده المنقار بتاعه بيتنفس بيه، يعني which hold up to three times، ان هو بيميل لثلاث، يعني بيأدي الوسع بتاعه قد ثلاث مرات من المعدة، يعني وسع المنقار بتاع البجع ده قد المعدة ثلاث مرات. تمام، الجبل بعدها بيقول لك في انواع صغيره من البجعه دي، حتى لو ايفن اف ان دي بيقولوا ان في انواع من البجعه. تمام، ان الانواع دي طولها بيقول لك بالرغم ان هي صغيره ايفن اف، حتى لو تمام اجنحتها كانت طولها من 2.3 متر طول الجناح بالرغم ان هي صغيره، فايفن اف على بعضها حتى لو. تمام، الجاب اللي التالتة graceful، معروفة ان هي graceful فور، معلش يا جماعة بقطع في الحاجة عشان الصوت، بس في دوشة جنبي. تمام،
اللي بعدها ان البجع ده، طائر البجع ده مش بيشبه الطيور التانية كده. الجاب اللايك تمام. نعيد تاني الاختيارات تمام. هولد اب ايفن اللي هي الجاب التانية. التالتة فور. الرابعة اللايك. الخامسة ستيل تمام. ستيل ات ريسك. اللي جاية دي بقى دي اللي هي المختصرة نزلتها تمام. هاجي المختصرة تمام. اللي بعدها دي بتتكلم عن كتب الانجليش، بيقول لك ان هو لديه كتب كتير يعني اللي هو اي هاف تمام لديه، وبعدها بيستخدمهم فاكيد زم عايد على الكتب. وبعدها بيقول لك ار الوت، في جمله اكيد كبيره اللي هو بيقول مش عارف ايه، وكثيرا بيوجد منها بتكون كتيره. بعدين مور اكسبنسيف، ما في الوت ما هنا ما ينفعش معاها اوف، لان بيقول لك ايه لو حطيت اوف كثير من هنا اكسبنسيف صفه فما ينفعش تمام. فمور هي اللي ماشيه معاها. وبعدها بيقول اي ويل بي سير اون وينستاي، ان هو سوف يكون في يوم الاربعاء يعني اي ويل تمام. احنا في تاني اكمل هنزله، المفروض ينزل في الفيديو اللي جاي هيكون كبير جدا، هنحاول على قد ما نقدر لو ما كفاش يعني عشان الفيديو ما طولش عليكم تسمعوه بسرعه نحطه في فيديوين يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.